هذه السحابة اللي بروقها ما شاء الله تبارك الله على مستوى. ما شاء الله تبارك الله وصول وادي جورة الآن. السوق الداخلي دير بني مالك. ما شاء الله تبارك الله وادي جورة دير بني مالك الآن سيل فوق السيل. تلاحظون السيل القديم والآن الجديد يطمره ما شاء الله تبارك الله. الدائر بني مالك شرق جازان الآن 2 شوال 1444. عاد شايل معي العدة كاملة ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح في هذه الأمطار الخير والبركة.